السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم لا كويزين فاتي. اليوم بإذن الله راح نقدم لكم فوندون تاع الميلفوي. عندنا هنايا ربع كأس من الماء، وعندنا الكأس اللي يرفد 250 ملي، عندنا هنايا 250 غرام تاع السكر، نديروهم هكذاك مع بعضياتهم، بعد نحركوهم مليح مليح حتى يذوب هذاك السكر. نحركو هكذا حتى نوي يعني يذوب مليح مليح السكر. هكذا من بعد راح نديرو فوق النار بعد يعني ما يغلي. لازم نديرو التست يعني نشوفوه يعني حتى يولي يعني عبارة عن كرة، كرة يعني لينة، ماشي كرة يعني يابسة، كرة لينة. من بعد هذا هو التست اللي يلحق 114 درجة. إذا هنا راه يغلي، أنا عندي لازم يغلي حتى 5 دقائق، 4 دقائق وخمس دقائق. هذا مكان على النار تكون متوسطة، ماشي هادئة جدا، ماشي مشعولة مليح، تكون متوسطة. شوفوا دروك رانا راح ندير في الماء، نجبد شوية برك نديره في الماء، نشوف إلا يعني تولي عبارة عن كرة لينة. كي نديروها هكذا هنا شوفوا هنايا، هنا راهي الحق 114 درجة. واش راح ندير؟ انا دروك راح نديرو في كاسرولة فيه ماء باش برك يعني يحبس الغليان هكذا. من بعد دروك راح نفرغو في الغيسيبيون باش نضربو هكذا، نفرغو كامل في الغيسيبيون، نضربوه بالباتور. وكي نضربوه بالباتور ماشي نضربوه حتى يولي يعني يابس، دو فوا تروا فوا يعني حتى يولي ابيض ناصع نحبسه. هنا حبيت نقول لكم يعني قبل ما نضربو نقول لكم يعني كي نضربو هكذا دروكا يقدر يخرج لكم يابس، اذا خرج لكم يابس ما تخافوش، رجعوه للكاسروله وديروا له شويه تاع الماء يغلي، يغلي لمده دقيقه نحوه. هنا الفوندو ما تخافوش ما يخسر لكمش، الى يابس تزيدوا له شويه نتاع الماء فوق النار، والى خرج يعني مايه يعني ما لحقش 114 درجه ما تخافوش، ما تخافوش زيد ديروه فوق النار ثاني 1 مينيت 2 مينيت نحوه، ومن بعد ضربوه بالباتور يعني يخرج مليح. اذا هنا كيما راكم تشاهدوا راني ضربته بالباتور، هنا درك نديرو فوق البلان دو ترافاي ومن بعد نعجن فيه. نعجن كي يعني النهار الاول يكون يعني هاولي كدروك هنا كيما راكم تشوفوا قادر يعني يكون ما تقدريش تمسيه بيديك باسكو يكون حار يكون سخون. هاولي كدروك هكذا راني نعجن فيه، بعد ما برد لي شويه راني نعجن فيه. وكيما قلت لكم كيما قلت لكم راح نعاود ونقول باللي الى خرج لكم يابس رجعوه للكاسروله، زيدوا له شويه تاع الماء، خلوه يغلي مده دقيقتين او دقيقه، ثم ضربوه بالباتور، ديروا له كيما درتوا له النهار الاول، ضربوه بالباتور من بعد يولي كيما لاباط. اذا هنا راني نعجن فيه حتى وين يبرد تماما ويولي ابيض ناصع هكذا. دروكا راني نلم كامل فيه هكذا كيما راكم تشاهدوا هكذا، تقدري تخبيه لمده يعني شهر شهرين في الثلاجه، كل ما في الوقت اللي يعني كي تسحقيه تجبديه وديريه في باماري وتخدمي به سواء حلويات او الميلفي. انا بصراحه نديروه برك الميلفي، نسحقو برك الميلفي باسكو اللي سحقتو في الحلويات ولا ندير الكلاصاج عادي جدا. اذا هكذا دروكا راح نديرو في بابي فيلم نخبيه في الثلاجه لمده يعني وقتاش تسحقيه تجبديه. انا دروكا ديرتو هكذا باسكو باذن الله تعالى راح ندير لكم ميلفي بعد تخدمو به هكذا، ونخليه داخل الثلاجة كما قلت لكم في علبة يعني ديروه في العلبة تغلقوا عليه، تخلوه داخل الثلاجة ما يدخلوش الماء وما يدخلوش الهواء
باش ما يلبسش هكذا كما راكم تشوفوا هكذا هكذا. اذا كما راكم تشاهدوا، اذا الى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة.